مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يبقى حلو ويبقى صيامكم كده خفيف ولذيذ. اهلا بيكم بقى معانا في برنامج فطارك عندنا. النهارده هنعمل لكم فطار لذيذ قوي وخفيف وحلو. الهدف من البرنامج ده حاجتين: نعمل فطار لذيذ وحلو وسهل وما نقعدش 7 ساعات في المطبخ، وتاني حاجه ان احنا نقعد نرغي مع بعض زي ما متعودين على طول. تعالوا بقى اوريكم ايه الفطار بتاع النهارده. وطبعا المقادير هتنزل قدامكم على الشاشه عشان تبقوا شايفين كل حاجه بالظبط المقادير بتاعتكم ايه. طيب اول حاجه معايا عيش بلدي، وطالما قلت عيش بلدي يبقى انا هعمل لكم حواوشي. ماشي، معايا لحمه مفرومه اللي هصاجها اللي هعمل بيها كل حاجه، معايا بصل مفروم، معايا جبنه شرايح، معايا زيت وملح وفلفل. نيجي بقى لوصفه البطاطس الويدجز، برضو المقادير هتطلع قدامكم دلوقتي على الشاشه. ده دقيق هحط فيه حاجات كتير قوي هقول لكم عليها. معايا بطاطس متقطعه بالطريقه دي علشان نعملها ويدجز، ومعانا كل البهارات التوابل اللي ممكن تكون عندنا في البيت، من بابريكا لشطه لكمون لتوم باودر لبصل باودر لزعتر، كل حاجه ممكن تتخيلوها هنعملها في البطاطس الويدجز. طريقه حلوه قوي لذيذه وجديده وان شاء الله تعجبكم. طيب اول حاجه هنبدا بيها وهو الحواوشي. بتعمل ازاي بقى الحواوشي ده؟ انا هقول لكم دلوقتي. هنجيب اللحمه المفرومه بتاعتنا. ماشي، الاول انا هاخد طبق كده هحط فيه بس حب اللحمه المفرومه دي عشان احنا مش هنستخدمها كلها دلوقتي، جزء وجزء بس، علشان هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. طريقه الحواوشي دي ما فشلتش معايا في البيت، كانت خطيره بصراحه، يعني كانت حلوه قوي قوي قوي، ولما عملتها الناس كلها اللي دقتها اعجبت بيها بطريقه مش طبيعيه، لانها سهله وبسيطه ونظيفه قوي. انتوا اهم حاجه في حاجات البيت تبقوا متاكدين ان الحاجات نظيفه وصحيه. ماشي، شويه بصل شويه كده حلوين علشان الحواوشي من جوه يبقى دوسي ويبقى طري كده. في ستاب مهمة قوي وهي ايه؟ وهي الزيت، زيت زيتون او زيت عادي او زبدة او اي نوع سمنة او اي نوع يعني فاتس دهون عموما انتوا بتحبوها وبتحبوا طعمها. نحط شوية كده من الزيت ماشي على الطبق بتاعنا، وهنجيب بقى شوكة نبدأ نقلب كل الكلام ده مع بعض، نقلبه كويس قوي. عايزه اقول لكم ان انا بعمل حاجه كمان، بس دي بقى حاجه اختياريه مش اجباريه خالص، يعني عشان في ناس كتير مش بتحبها، وهي اللية المفرومه هي اللي بتخلي الحواوشي يبقى جوسي بشكل من جوه كده. بصوا بيدوب في البق وطعمه بيبقى خطير، بس في ناس يعني الناس النباتيين او الناس اللي مش بيستحملوا طعم اللية ما بيحبوهاش، فعشان كده انا قلت النهارده انا هعمل حواوشي عادي جدا، وقلت اقول لكم على موضوع اللية ده عشان لو حابين يعني تزودوها هتنبسطوا قوي بصراحه. احكوا لي بقى بتعملوا ايه في رمضان؟ ايه اخبار الديكوريشنز الحاجات زينه رمضان؟ عايزه اقول لكم ان انا من قبل رمضان مثلا باسبوعين ببقى مبسوطه قوي قوي بشكل الشوارع، لانها بتبقى كلها فيها زينه رمضان، بيبقى شكل الشوارع مفرحه قوي، تحسوا كده ان في معرفش في حاجه حلوه في الجو، يعني ريحه الجو حلوه قوي، ريحه رمضان معرفش يا جماعه، بس انا دايما بقول ان رمضان بيبقى ليه ريحه في الجو كده، ريحه حلوه قوي، ريحه راحه كده وهدوء، معرفش انا بس اللي بشوف موضوع الريحه ده ولا ناس تانية كتير، بحس ان في حاجات كده انا بس اللي عارفاها محدش تاني بيفكر فيها. طيب دلوقتي احنا هنعمل حواوشي بطريقتين عشان في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده. هنعمل حواوشي على النار، هيتسوى على النار كويس قوي، وهنعمل حواوشي في الفرن ونشوف اي طريقه فيهم اللي هتظبط اكتر. انا بالنسبه لي الطريقتين بيظبطوا عادي يعني، بس ايه يعني في ناس كتير ما بتحبش طريقه الحواوشي اللي على النار، بتشوف ان اللحمه مش هتستوي كويس. طيب نرجع بقى بقيه اللحمه، انا بس ما كنتش عايزه ادوش الطبق واحط فيه حاجات كتير مره واحده. انا من الناس اللي بحب ازين قوي بيتي بحاجه رمضان، بحس ان البيت مختلف والفايبس بتاعته حلوه قوي ولذيذه قوي قوي قوي. ماشي، نقلب كويس قوي الكلام ده مع بعض، ونيجي بقى نفتح العيش البلدي. نفتح العيش البلدي ازاي بقى؟ هو مفتوح كده بطريقه لذيذه، ما نفتحوش جامد قوي، وهنولع بس النار بتاعتنا
هنحط بقى نقطتين زيت كده على النار. خلي بالكم ان انتوا لازم الحواوشي اللي هنعمله على النار ما تبقاش اللحمه فيه كميه كبيره عشان تستوي كويس، لو كميه كبيره مش هتستوي كويس. هنبدا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هبدا احط اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه دي انتوا براحتكم خالص فيها، تقدروا تزودوا بقى البهارات اللي انتوا حابينها. انا كمان بحب الحواوشي يبقى اللي هو المعروف اللي هو لحمه وبصل وزبده او زيت ولوليه، دي اللي هي مفرومه. غير كده ما بحبش احط له اي بهارات بصراحه، حاسس ان هو كده ليه حلاوته يعني. طيب زي ما قلت لكم احنا هنعمل حواوشي على النار، فبالتالي مش عايزين نحط لحمه كتير عشان تستوي معانا بسرعه. هتقولوا لي بقى ايه من ده، في حد بيعمل حواوشي في رمضان؟ هقول لكم اه طبعا، كفاياكم بقى محاشي بقى وحاجات كده، نغير شويه. يعني انا باجي عليا وقت بجد بتخنق خلاص من كتر كميه المحشي اللي كلتها، والبط واللحمه والفراخ، حاسه ان انا عايزه اغير، عايزه اكل حاجه بقى جديده وطعمها لذيذ وتبقى خفيفه. مش خفيفه قوي بصراحه، لاني بقول لكم نحط فيها ليا مش خفيفه خالص. طيب بصوا بقى، طبعا وهو على النار، قبل ما نحطه على النار هنعمل ايه؟ انا مسيحه هنا زبده، عندي زبده متسيحه ماشي. هنعمل كويس قوي العيش، هنغطيه بالزبده. انا بقول لكم الحواوشي خفيفه، خدتوا بالكم ان هو خفيف فعلا علشان ياخد كده كراست من بره، بصراحه يعني هيبقى خطير انا متاكده. طيب انا بحب دايما اتكلم معاكم على السوشيال ميديا، بحب ارغي معاكم، انتوا عارفين طول ما انا بعمل ستوريز، طول ما انا بعمل اي حاجه بحب ارغي 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 على طول، عشان كده مش هحرمكم من الرغي بتاعي حتى هنا في التلفزيون ولا في البرنامج بتاعي، لازم ارغي. هقول لكم هرغي في ايه حالا، بس بصوا بقى ماشي، بصوا كده الشكل عامل ازاي. هنحطه كده واحط اخوه جنبه بالظبط، هنعمل اتنين على النار واتنين في الفرن. فيا ترى الرغي النهارده على ايه؟ على الخوف من اي حاجه جديده. انا دايما انتوا عارفين ان انا الحمد لله يعني علاقتي بالبنات اللي على السوشيال ميديا كويسه قوي، فطول الوقت بنتكلم مع بعض في مشاكل، مين حصل لها ايه، طب يا منى انصحينا، طب يا منى ما اعرفش ايه الكلام ده. فجات لي طبعا مسجات كتير قوي. احنا بنخاف من اي حاجه جديده، اي حاجه جديده بنترعب منها، زي ان انا مامي جديده، انا لسه حامل، انا مرعوبه من الخطوه اللي جايه، انا لسه هتجوز، طب انا مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل، ايه يعني هيحصل ايه يعني، بيت وزي كل ست هتتعودي على البيت ده، وبالنسبه لك هتبقى حاجه عاديه وتبقى حاجه لذيذه وخلاص هتتعودي عليها. اي حاجه جديده مهما كانت صعبه سهله، فهي صعوبتها في ان هي جديده دي. صدقوني واحده واحده، من غير توتر، من غير قلق، كل حاجه بتعدي. بدل ما تقعدوا قلقانين متوترين وتضيعوا فرحتكم في الخوف، لا، استمتعوا باللحظه اللي انتوا فيها. استمتعي ان انت حامل، ان انت بطنك بتكبر كده، وحاجه كيوت ولذيذه قوي 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 بجد، حاجه حلوه قوي. انا ليه بقول لكم الكلام ده دلوقتي؟ عشان انا فتره حملي انا يعني كنت مرعوبه وكنت خايفه، فكنت ما استمتعتش باللحظه قوي، كنت خايفه اكتر من ان انا مبسوطه. فعشان كده مش عايزاكم تضيعوا الوقت الحلو قوي قوي ده في ان انتوا تبقوا خايفين ومتوترين وقلقانين والكلام ده كله. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ بصوا بقى دلوقتي احنا عايزين نعمل الحواوشي، بس التاني بقى اللي هو هيتحط في الفرن. فهنعمل كده، هنجيب برضو رغيفين كده. انا هقول لكم انا جبت الميه دي ليه دلوقتي، بس بعد ما خلص هنجيب اللحمه. طبعا دي بقى طالما دي هنحطها في الفرن يبقى براحتكم بقى، عايزين تعملوها لحمه كتير ماشي، لحمه قليله براحتكم، انا مش هقول لكم حاجه لان اوريدي الفرن بيسوي اللحمه. عايزين برضو تحطوا رغيف الحواوشي بتاعكم في ورق زبده ماشي، في ورق فويل ماشي، تحطوه كده من غير حاجه خالص برضو ماشي، يعني عادي، زي شوفوا الطريقه اللي انتوا بتحبوها واعملوها بيه.
بفرد بقى اللحمه المفرومه بالطريقه دي، بس بفردها اهم حاجه تبقى بشكل متساوي عشان تبقى ظابطه معايا. ماشي كده خلاص احنا خلصنا الرغيفين الحواوشي اللي هيدخلوا الفرن، برضو نفس الكلام هعملهم كده بالزبده من فوق. مش عايزين تعملوه بالزبده على فكره، مش لازم خالص، انا بعمل كده حاجه يعني اختياريه عشان بصراحه بتدي طعم مختلف وحلو قوي، بس غير كده مش لازم، يعني تقدروا ان انتوا تعملوها بزيت زيتون، تقدروا تعملوها من غير زيت خالص عادي تماما. عايزه اقول لكم ان الريحه اصلا بدات تطلع ريحه حلوه قوي، انا عايزه اقلبه كده اشوف ايه الاخبار. شايفين خد لون جولد وحلو قوي ازاي. ماشي، بصراحه بالنسبه لي الحواوشي اللي بيتعمل على النار ده هو اللي اسهل، يعني بصوا خلاص الحواوشي تقريبا خلاص بيخلص، اسهل بكتير قوي من ان انا اقعد بقى احطه في الفرن واحطه في ورق زبده والكلام ده، مش عارفه يعني انا بحس كده اسهل بكتير. طيب انا عايزه اوطي عليه بس النار شويه علشان عايزاه يستوي على مهله. هنيجي بقى هنجيب الصاجه بتاعتنا ونحط فيه، الاول هعمل بس هدهنه كده حاجه بسيطه علشان ما يلزقش، وهحط دلوقتي رغيفين الحواوشي بتوعنا، حط كده وبططوه زي ما قلت لكم علشان اللحمه ما تبقاش متكتله في مكان ومكان لا، دي اهم حاجه. ماشي، وهروح بقى افتح الفرن بتاعي واحط فيه الحواوشي كده، بقى هنسيبه مع نفسه خالص علشان ايه، علشان يستوي براحته. هنيجي ممكن نقلب ده، بحس كده ان رمضان ليه البايت بتاعته مختلفة عن اي حاجة تانية، يعني رمضان احنا بنشرب فيه الخروب والتمر الهندي والصوبيا والكلام ده، بحس ان احنا ما ينفعش نشرب الحاجات دي غير في رمضان، رمضان ليه طقوسه كده بجد لذيذ قوي بصراحة، يعني انا بحب قوي قوي طقوس بتاعت رمضان. صلاة التراويح طبعا اخر العشر ايام، صلاة التهجد، الحاجات دي يا جماعة بجد والله العظيم رمضان ما يتعوضش. هو بيبقى الصبح متعب في ان احنا صايمين فبنعمل الاكل فاللي عنده شغله فالكلام ده، بس ليه حلاوته بجد والله العظيم. ربنا يوعد الناس كلها ان هي تبقى على طول بتحضر رمضان وهي كويسه في صحتها يا رب. طيب دلوقتي بقى انا عايزه اقول لكم على الخلطه اللي بعملها للبطاطس الويدجز. انا مش مجرد بطاطس كده هحطها في البهارات بتاعتها وخلاص، لا انا هعمل ايه بقى، انا هحط مع الدقيق، هعمل كده واحط ميه. ماشي، ما تستغربوش الطريقه دي عشان هي دي الطريقه اللي بتنفع معايا، طريقه حلوه قوي بصراحه، هي اللي بتخلي البهارات تمسك في البطاطس بصراحه، الطريقه دي هتعجبكم قوي. وانا زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب دايما لما اعمل حاجه اكل ما يبقاش الاكل التقليدي المعروف، يعني بحب كده يبقى فيه ايه، فيه فن، فن عشان ما نزهقش. خلي بالكم انتوا 30 يوم رمضان، فانتوا لو كل يوم عملتوا نفس الاكل هتتخنقوا بجد، فلا جددوا. عايزه مره اعمل لكم مثلا عجينه البيتزا، عجينه البيتزا دي بقى مثلا اختراع، بصوا بقى. ماشي، انا كده عملت مش عجينه، يعني انا لسه هزود لها ميه تاني وهحط فيها كل البهارات اللي قدامكم دي، بس انا مش هعمل كده دلوقتي، انا الاول هطلع فاصل يكون الحواوشي ده خلص والحواوشي التاني قرب يخلص، وهرجع عشان اعمل لكم البطاطس الويدجز وتشوفوا بالظبط بتتعمل ازاي، فما تروحوش في اي مكان خالص واستنوني، هرجع اروح فاصل وارجع لكم تاني. رجعت لكم من الفاصل والريحه بقت حلوه قوي، انا كل مره برجع من الفاصل بقول لكم نفس الجمله لان بجد بتبقى ريحه بقى خلاص بدات تطلع، فببقى عايزه اللي هو ارجع بسرعه علشان اوريكم المنظر عامل ازاي.
طيب دلوقتي احنا لسه معانا الحواوشي، انا وطيت النار عليه قوي علشان اللحمه من جوه تستوي على قد ما نقدر. بصوا كده شايفين بدات تستوي ازاي. انا سايباها براحتها خالص، موطيه عليها النار خالص علشان تاخد اكتر وقت ممكن. طيب لحد بقى ما الحواوشي يخلص تعالوا اوريكم انا بعمل هنا اختراع عامل ازاي. هو مش اختراع قوي بصراحه، بس هو حاجه لذيذه قوي. احنا دلوقتي عايزين البطاطس الويدجز بتاعتنا البهارات تمسك فيها. هنعمل ايه بقى؟ بصوا هنحط كل البهارات، هنحط هنا البصل الباودر، الثوم الباودر، هنحط كل البهارات اللي عندنا. عندنا هنا بابريكا، عندنا هنا كمون وشطة، واخر حاجة الفلفل الاسود والملح. ماشي هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس قوي، وهننزل فيها دلوقتي البطاطس علشان البطاطس تمسك، البهارات تمسك في البطاطس كلها. عايزين بس نتأكد ان الزيت بتاعنا شغال. ماشي هو لسه مش شغال، وانا هقول لكم بقى هنعمل ايه. احنا دلوقتي هنولع عليه النار، نعلي النار خالص. اوكي، واهم حاجه زي ما قلت لكم قبل كده كل ست بيت شاطره لازم تنظف حوالين المنطقه بتاعتها، يعني ما ينفعش نطلع من المكان واحنا المطبخ متبهدل وال في كل حاجه واقعه في كل مكان. لا لازم تبقى فيه كده نظافه وفي ترويق مستمر. ماشي دلوقتي بقى شوف، بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا نحطها في العجينه دي بالطريقه دي. ماشي عايزه بس اطلعها في حاجه، فانا هعمل ايه بقى، هحط العيش البلدي هنا وهطلعها هنا قدامي عشان تبقى جنبي كده ومعايا. صدقوني دي اكتر حاجه بتخلي البطاطس تبقى كريسبي جدا 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 والبهارات كلها تمسك فيها. ماشي طيب احنا اتكلمنا بقى عن رمضان وعن الديكوريشنز وعن الاكل وعن الشرب، ناقص ايه؟ ناقص حاجه مهمه قوي. انا مش عارفه احنا اتكلمنا عن الديكوريشنز بشكل مفصل يعني ولا لا، بس عايزه اقول لكم ان انا السنه اللي فاتت كانت اول سنه ليا في الجواز، يعني كنت اول سنه بقى متجوزه جديد وكده، كنت بقى متحمسه قوي ان انا عايزه اعمل البيت كله بزينه رمضان، اعمل فوانيس في كل مكان، اعمل الكوشنز تبقى مكتوب عليها رمضان كريم، اعمل السفره مفرش كبير كده. بس انا برضو ستيل كنت حامل، فما كنتش اللي هو ايه قادره اعمل حاجه قوي. لو كنت يعني بزين بس انا اللي هو انا بزين بس مرهقه. فالسنه دي بقى ان شاء الله انا عايزه يعني عايزه ان شاء الله تفضل الزينه موجوده طول رمضان. عايزه كمان حاجه كمان بقى، عايزاها تفضل موجوده بعد رمضان. بحس ان رمضان بيخلص بسرعه قوي فمش بلحق ان هي تفضل موجوده. بتخلي البيت لذيذ قوي، الفايبس حلوه قوي، الانوار بتاعت الفوانيس كل حاجه كده بجد بتبقى مختلفه في رمضان قوي. ربنا يوعدنا دايما ان احنا نبقى موجودين فيه ونبقى عائلاتنا كلها تبقى موجوده، ما يبقاش في حد ناقص ابدا ما بيننا ان شاء الله يا رب. طيب دلوقتي انا حطيت البطاطس في العجينه بتاعتنا دي، وعايزه بس هعمل ايه بقى، هقلع الجلوفز، هلبس واحد تاني عشان ده خلاص اتبهدل وانا ما بعرفش بشتغل بنفس الجلوفز كده. ماشي هلبس بقى واحد تاني. دلوقتي احنا عندنا طريقتين من الحواوشي زي ما قلت لكم. اول طريقه اللي هي على النار، عايزه اعلي عليها النار شويه، والطريقه الثانيه اللي في الفرن. براحتكم بقى، دي حاجه ترجع لكم، شوفوا زي ما تحبوا تعملوه ازاي. طيب انا اتكلمت في اول الحلقه خالص عن الناس اللي بتخاف طول الوقت من كل حاجه جديده، وقلت لكم ان ده شيء طبيعي جدا. انتوا لو ما خفتوش يبقى في حاجه غلط. لما انا ابقى حامل ومش خايفه كده وعادي، مش فارق معايا ان انا حامل ايه يعني، هخلف عادي، لا هي كده في انا كده في حاجه غلط. ما حدش قال ما تخافوش، بس تخافوا بعقل،
يعني تبقوا مرتبين كل حاجة، مظبطين كل حاجة، عارفين هنولد امتى، طب هولد فين، طب معرفش ايه، وابقى مبسوطة وابقى بتصور وبروح وباجي. فما تخلوش الاحساس الخوف ده يسيطر عليكم فيخليكم تفقدوا احساسكم الحلو بالحاجة. انتوا رايحين شغل جديد، لا انا خايفة ومرعوبة، انا ممكن ما تأقلمش على الناس، انا ممكن ما بقاش مبسوطة مع الناس، فده يخليكم تقريف وتكتئبوا، ويخليكم لما تروحوا المكان اصلا انتوا مرعوبين وخايفين، مفيش انبساط، فضيعتوا على نفسكم الفرحه بجد. فلا ما ينفعش تعملوا كده خالص، خافوا بالشكل السليم واستمتعوا بجد، استمتعوا، دي احلى حاجه، احلى حاجه لما تخشوا حاجه جديده وتبقوا لسه بتتعاملوا كده مش عارفين تعملوا ايه، وبتتعلموا وبتاخدوا خبره وبتروحوا وتيجوا، دي حاجه حلوه قوي بجد. طيب انا دلوقتي عملت ايه، انا حطيت حته من العجينه علشان اخليها كده بس ايه تبدا تقدح، عايزه بس هزود النار على الاخر، ماشي النار خلاص، الحواوشي ده قرب يخلص، انا عايزه ابص على الحواوشي اللي هناك برضو، عايزه اطمن عليه كده عشان انا ما شفتوش خالص. اوكي ماشي، خد لون لذيذ قوي، بس انا حاسه انه كفايه كده. حاسه ان كده كفايه على الحواوشي اللي هنا، لانه ماشي ده بقى هقطعه واحطه لكم في الطبق يبقى شكله حلو قوي. ماشي هنا البطاطس خلاص بدات الزيت يقدح معايا، فهبدا احط البطاطس على النار. بقى كده وحاولوا ان انتوا وانتوا بتحطوها عشان هي بتبقى لسه فيها عجينه ما تحطوهاش لازقه في بعض عشان العجينه بتاعتهم ما تلزقش، خلي كل بطاطسايه كده تاخد مساحتها. عايزه اقول لكم بقى ان انا فجاه قررت كده ان انا هقوم اعمل عجينه في البيت اللي هي المخبوزات والحاجات دي، عملت يا جماعه احلى مخبوزات انا دقتها في حياتي، ريحه البيت طول حياتي بقول ان ريحه البيت وهي فيها ريحه خبيث كده ومخبوزات وبيتزا والحاجات دي بتخلي ريحه البيت فيها بركه، ما اعرفش مش عارفه ده كلام ماما ولا ايه، بس بجد دي حقيقه، فمش عايزاكم تكسلوا. يعني انا عايزه اقول لكم كنت بنام حمزه وبجري اروح اكمل العجينه، وبعد كده حمزه مثلا يزن فاروح له وارجع تاني المطبخ اكمل العجينه، فاه الموضوع كان مرهق، بس ما اشتريتش حاجه جاهزه، حاسه ان انا هبقى من نوع الامهات قوي ده اللي هو لا انا اعمل حاجه في بيتي بنظافه وطعمها حلو وفي نفس الوقت ايه تبقى طعمها خطير ونظيفه جدا. ماشي دلوقتي البطاطس بقى هسيب كل واحده كده مع نفسها علشان ملهاش دعوه، ودي العجينه اللي انا حطيتها عايزه بقى اطلعها زي ما قلت لكم، اهم حاجه ننظف مكانها. طبعا معانا كميه تانية من البطاطس نقدر ان احنا نكملها، بس انا عايزه الاول تبقى دي حقل التجارب بتاعتنا، يعني نجربها الاول، نجحت تمام ما نجحتش ولا كاننا شفناها. نسيت احط لكم جبنه في الحواوشي، كنت احط لكم جبنه طعمه بيبقى حلو قوي في الحواوشي، بس احنا ممكن نحاول يعني ممكن نحاول كده نفتح الساندوتش، بصوا اه والله بصوا لذيذ قوي، احط لكم جبنه دلوقتي بتسيح كده وبتخلي طعم الحواوشي في حته ثانيه، عادي جدا، نسيتوا ايه مشكله، نسيتوا عادي يعني. ماشي والتاني كمان ريحه الحواوشي يا جماعه بجد بقى، الحواوشي ده الحاجه الوحيده اللي صعب ان انا اكلها من بره او من اماكن معينه قوي باكلها، لان بصراحه في اماكن بتعمل الحواوشي يعني ما بتعملوش بلحم اصلا، يعني بيقعدوا يزودوا حاجات وتوابل وبهارات ومش عارفه ايه، فانتوا بتاكلوا حاجه حلوه بس مش حواوشي، ما فيش حواوشي مليان بهارات وتوابل اوفر قوي قوي كده، طعم اللحمه فيه بيبقى اصلا خفيف قوي، فخلوا بالكم. اصلا انا حاسه ان كل الناس دلوقتي مناعتها ضعيفه، ناس كلها تعبانه وعندها برد، انا لسه خفه من البرد، بس حاسه انه
الجو وحش قوي يعني، شويه الجو برد شويه الجو حر، الصبح حر قوي وبالليل برد قوي، فخلي بالكم المناعه اهم حاجه الفتره دي، عشان كمان الصيام مع العيا لا يطاق يعني، مش هتقدروا بجد. ماشي كده فاضل لي ايه؟ كده الحواوشي بتاعي خلاص على فكره هو خلص اللي على النار، بس انا لسه عايزه الجبنه تسيح فيه فبظبطه كده. نرجع بقى للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه انا الحمد لله اتعلمتها صح طول فتره حملي هي ان انا اسد ودني، ما اسمعش حد، ما اسمعش حد بيتكلم خالص معايا في كلام سلبي. ماليش دعوه بقى انا طنط مين اللي كانت حامل وكانت وتعبت قوي. كل الناس اللي كانت بتقول لي انت مش هتعرفي تنامي بعد الولاده، ربنا يكون في عونك. لما كنت بطلع اقول انا مش قادره مثلا بطني وحامل وكده، كانوا يقولي انت لسه ما شفتيش حاجه. فانا طبعا ضد الناس دي ان يقعدوا يخوفوا اللي قدامهم بدون داعي، اللي هو لا انا لو عندي كلمه حلوه اقولها، ما عنديش مش لازم اقول حاجه خالص. فاتعلمت الموضوع ده، اتعلمت ان انا ما اسمعش من حد. كل مرحله وليها حلاوتها وليها صعوبتها. فطبيعي ان انا لسه مخلفه جديد، اكيد النوم هيبقى متلخبط ومش متظبط، بس هما ما قالوليش ان انا بعد فتره هتاقلم وهعرف ان انا انام عادي. فاهمين الناس السلبيه بتجي وتقولك تجربتها السلبيه بس، ما بيجوش يقولوا اي حاجه ايجابيه ولا حاجه كويسه خالص، فانت تترعب وتخاف. عشان كده بجد كنت بقعد اطمن البنات اللي كانوا معايا على السوشيال ميديا حملوا معايا في نفس الوقت وخلفوا معايا. الحمد لله بقى بيبعتوا لي يقولوا لي منى شكرا ان انت طمنتينا، ان كل الناس كانت بتخوفنا انت الوحده اللي طمنتينا. فلا كنت حاسه ان انا عليا مسؤوليه ان لا البنات مرعوبه وخايفه وحاسه ان الخلفه دي كابوس. الخلفه دي مش كابوس على فكره، الخلفه دي نعمه من عند ربنا. انتوا بس الدنيا في الاول 3 شهور طبيعي جدا ان الدنيا بتبقى لسه متلخبطه، بيبي مش عارف لسه ياكل كويس، مش بيعرف ينام. البيبي اول 3 شهور اصلا بيتعامل مع مامته على انه لسه في بطنها، فبيبقى عايز يبقى دايما جنبها وسمع ضربات قلبها وشممها وحاسس بيها والكلام ده. فعشان كده بس البيبي بيبقى متعلق بالام غير كده ولا اي حاجه. بتلاقوا بعد 3 شهور الدنيا بدات تتحسن، البيبي بدا نومه ينتظم وما بيبقاش فيه الرعب اللي الناس بتقوله ده خالص، صدقوني. طيب انا عايزه بقى اعمل حاجه، عايزه اقطع الحواوشي اللي ورا ده علشان نعمل ايه بقى، علشان اطلعه لكم. بجد شكله وريحته حلو بطريقه رهيبه. عايزه اقول لكم بقى ان في ناس كتير قوي ما بتحبش العيش يبقى واخد لون زياده، انا بحبه كده قوي يعني، انا بحبه كده. في ناس بتحس انه كده اتحرق، هو ما اتحرقش خالص. نجيب بقى الصينيه نحط فيها الحواوشي. صدقوني يا جماعه ريحته رهيبه رهيبه، يعني انا بحب تبقى فيه كراست كده باينه قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللحمه مفرومه من جوه استوت 100%، بجد حلو قوي. عشان كده انا سايبه على نار واطيه خالص عشان يستوي مع نفسه خالص. طيب دي البطاطس، دي الويدجز بطريقه مختلفه زي ما قلت لكم، العجينه اللي بتحط فيها البهارات، البهارات بتمسك كويس قوي في البطاطس فتخلي طعمها رهيب. ماشي ممكن كمان نزود لها شويه حاجات كده. خلاص الزيت احنا خلصناه فنشيله من على النار. ممكن نحط بقى شويه بابريكا كده فوق الوش. الطريقه دي هتعجبكم قوي. تقدروا بقى طبعا ان انتوا تحطوا البطاطس في الاير فراير او في الفرن، يعني عادي جدا، مفيش حاجه لازم، يعني مفيش حاجه اسمها لازم ان انتوا تقلوها، لا خالص. اقلوها بقى حطوها في الاير فراير، اعملوها بالطريقه الصحيه اللي انتوا شايفينها براحتكم. ماشي انا حاسه ان ده كمان خلص خلاص، ممكن اطلعه مثلا في ايه، ممكن اطلعه هنا. حواوشي النظيف بتاع البيت ده احلى 100 مره من اي حاجه تانية.
لو جربتوه بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي هيعجبكم قوي. تعرفوا دلوقتي ما فيش فرق خالص بين الحواوشي اللي على النار والحواوشي اللي في الفرن، غير ان انا بالنسبه لي ان الحواوشي اللي على النار اخد كراست احلى و طري اكتر، حاسه ان اللي في الفرن بينشف بسرعه. كده فاضل لنا رغيف واحد. مش عارفه ليه مفهومنا كعرب عن رمضان ان هو بتاع الاكل، يعني اهم حاجه في رمضان هتاكل ايه النهارده؟ هتاكل ايه بكره؟ طب اتسحرت كويس؟ مش عارفه ليه، مع ان بجد يعني في دول كتير قوي عايشه على الصيام المتقطع، عايشه عليه. عايزه اقول لكم ان الصيام المتقطع ده من احلى الحاجات اللي اتعملت للدايت. انا قعدت فتره كبيره قوي كنت بحاول اعمل دايت ومش عارفه. جيت في مره قلت انا هعمل صيام متقطع وهجرب. الصيام المتقطع ده عباره عن ايه؟ عباره عن صيام عادي جدا زي بتاع رمضان، بس احنا بنشرب ميه فيه، بنشرب اي نوع اعشاب احنا عايزينه من غير سكر، من غير لبن، من غير اي حاجه. يعني ينسون، شاي اخضر، قهوه، نسكافيه، بس من غير ولا لبن ولا سكر خالص. عايزه اقول لكم ان ده من اكتر حاجات بتخسس، بس تنتظموا عليها. انتوا بتصوموا تقريبا، بنصوم 16 ساعه، بنفطر عليهم 8 ساعات ونرجع نصوم 16 ساعه تاني. بس انتوا لما تعملوه طبعا مش هتعملوه في رمضان اكيد، لان هو ينفع تشربوا فيه ميه عادي. فبعد رمضان جربوه، الناس اللي وزنها ثابت ما بيتغيرش جربوه، صدقوني هيعجبكم قوي، هتلاقوا جسمكم فرق معاه قوي. انا كده حاسه ان الساندوتش ده تمام. بصوا كده ممكن بس ايه اظبط ال انا هحط دول جنب بعض ودول جنب بعض عشان تعرفوا الفرق ما بينهم. اكيد انتوا كمان فاهمين الفرق بين الاثنين، يعني حاسين اللي انا بتكلم فيه. ريحته رهيبه، والناس اللي بتقول ان الحواوشي اللي على النار مش بيستوي بسرعه اللحمه اللي جواه، زي ما انتم شايفين كده اللحمه استوت جدا. كان بقى كمان احط البطاطس في النص عشان يبقى طبق واحد كده، نرص فيه كل حاجه. طبعا احنا زي ما اتعودنا، زي ما اتعودت معاكم، ان احنا ما بنحبش نسيب الدنيا جنبنا مكركبه، فعشان كده بنلم اول باول، نلم كل حاجه ملهاش لازمه حوالينا. وممكن برضو طبعا اقلع الجلوفز لاني خلاص خلصت الاكل، فاعرف امسك الصينيه براحتي من غير ما تبقى فيها بهدله. وبكده معانا فطار لرمضان لذيذ جدا جدا جدا. الحواوشي بطريقتين، اول طريقه الفرن عادي جدا، بس هو فكرته ان هو بس ممكن يبقى بينشف سنه زياده، فلازم تزودوا له زبده او زيت او اي حاجه براحتكم. في الطريقه الثانيه للحواوشي اللي هي على النار، زي ما شفتوا اللحمه استوت كويس قوي، مستويه 100% زيها زي الفرن بالظبط، بس الفكره بقى ان هي واخده كراست زياده ولونها احلى بالنسبه لي بصراحه. والبطاطس الويدجز تقدروا تعملوها بكذا طريقه، الطريقه دي حلوه قوي، الدقيق مع كل التوابل اللي انتوا عايزينها وميه، فتبقى زي العجينه كده عشان العجينه تمسك في البطاطس كويس، وتبقى الطعم مليان كل حاجه في بعض. تقدروا تحطوا بابريكا، كمون، زعتر، توم باودر، بصل باودر. انا في البهارات مش هقول لكم حاجه، حطوا اللي انتوا عايزينه. في بهارات جاهزه بتاعت بطاطس، في بهارات بتاعت لحمه، بهارات فراخ، زي ما تحبوا. المهم ان انتوا تعملوا اكل حلوه بالمكونات اللي عندكم في البيت، من غير ما تقعدوا تطلبوا في ماركت وتقعدوا بقى تطلبوا مليون حاجه، لا، اعملوا الاكله اللذيذه، الفطار اللذيذ بتاعكم بالمكونات اللي عندكم في البيت. انا مبسوطه ان انا معاكم قوي الحمد لله، بنعمل برنامج لذيذ قوي. البرنامج ده حاسه ان هو هيفيدكم، ان هو بيتعرض في وقت كمان انت بقى قاعده مش عارفه تطبخي ايه النهارده وزهقتي جدا من ان انت مش عارفه تعملي اكل ايه، ف قدامك فقرة لذيذة قوي، فقرة فطار لرمضان. ممكن بقى هبدأ أعمل كمان حاجات حلوة لذيذة قوي، حاجات صحية وحاجات غير صحية عشان تبقوا برضو عارفين. بس كده مبسوطة إني كنت معاكم قوي 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 النهاردة،
وان شاء الله الوصفات اللي جايه تعجبكم اكتر واكتر، وتبقوا على طول متابعيني ونرغي مع بعض في حاجات لذيذه قوي تعجبكم ان شاء الله. ويا رب يومكم يبقى حلو على طول.